بس ده احنا عارفين لحد دلوقتي ماشي. ده مش حصر احنا عارفين. عايز حاجة من جوه استاذ شريف. هو عودة الكابتن سيد عبد الحفيظ للنادي الاهلي في ايه؟ في منصب في النادي الاهلي. منصب ايه؟ لا ما اعرف، بس عارف ان هو هيرجع على مسؤوليتك. عودة الكابتن سيد عبد الحفيظ للنادي الاهلي. خبر جميل، حاجة مفرحة.